ومعانا على التليفون طبعا نجمنا ولاعبنا الذهبي مصطفى عسل. اهلا بيك يا مصطفى. الف مبروك، الف مبروك يا مصطفى، واصغر لاعب يفوز بهذه البطوله في التاريخ، انجاز كبير يا مصطفى ليك. حبيبي يا كابتن هيثم، والله يعني انا بشكر الدعم الكبير اللي حضرتك مقدمه لي ده، ومن الاعداد يعني حاجه جميله جدا والله، ودايما الاهلي ورايا كده في كل البطولات، وحمادتك في البطوله دي غير بالروح والله بتاعت الاهلي دي والعزيمه الحمد لله. ده حقك يا مصطفى، وانت عملت انجاز كبير كاصغر لاعب في التاريخ يفوز بهذه البطوله. كلمني على اول مباراه اللي كانت يعني خسرت 2-1 وخلت الناس تتوقع او مش تتوقع، لو انت لعيب تاني وما عندكش الاراده الفولاذيه دي ما كنتش عديت من الدروب بتاع خساره اول ماتش. كلمنا عن اول ماتش يا مصطفى. والله يا كابتن ما جيت كده عندك في القناه، يعني كان طبعا الموضوع صعب جدا عليا نفسيا، يعني لما خسرت اول ماتش طبعا العب مع محمد الموضوع كان صعب جدا طبعا، انا العب معاه وسط الجمهور ووسط يعني جماهير نادية ان انا اخسر، وطبعا انا عارف ان الموضوع صعب، يعني الموضوع فعلا اول بطوله المجموعه صعبه جدا، مجموعه صحيح. فيها علي فرج نمره واحد على العالم، فيها محمد شرباجي نمره اثنين على العالم، فيها لما اتغيرت بقت مروان شرباجي نمره خمسه على العالم ولسه كسبان بطوله، فالموضوع كان صعب جدا عليا، بس الحمد لله لما خسرت اول ماتش دخلت ثاني ماتش بثقه كبيره جدا، ما اعرفش اتحولت يعني ان انا خلاص بقى انا كده هطلع بره البطوله لو خسرت الماتش ده، فاتفاجئت جدا الحمد لله بمستوايا بدعم الجماهير، حتى لغايه الساعه 12 ساعه واحده جماهير الاهلي كلها موجوده في المدرجات، ما حدش مشي، يعني كنت بشوف الايام الثانيه الناس كانت بتمشي خلاص لما تيجي الساعه 12 واحده، يعني خلاص الماتش بيخش الساعه 12 من الست ماتشات دول كان بيبتدوا الساعه 7، فطبعا صحيح بيطول، لا الناس معايا، جمهور الاهلي معايا، طبعا الدعم كبير جدا من مجلس الاداره، وبحب اشكر كابتن الخطيب وكابتن خالد مرتضى، كان عندهم بس حاجه في الفاينل كانت صفقات وكده، فللاسف ما جوش، بس كابتن محمد الجرح جه، فالحمد لله يعني دعم كتير جدا منه، ودعم كتير جدا من كابتن رؤوف، ودعم كبير جدا من لوجو طبعا، ان انا الحمد لله فزت البطوله دي. مصطفى ده يعني حقك، وان شاء الله احنا وراك لغايه ما نوصلك ان شاء الله لاعلى الدرجات واعلى التصنيفات. خليني اسالك عن استعداداتك يا مصطفى لبطوله العالم في الشهر اللي جاي واللي هتقام في ولايه شيكاغو بالولايات المتحده الامريكيه. والله ان شاء الله يعني كابتن اشرف صبحي، ان شاء الله يعني خلاص الدنيا بتظبط موضوع الفيزا خلاص ان شاء الله، طبعا عايز اروح قبلها باسبوع ان شاء الله، يعني حضرتك عارف ما اتعودنا في الاهلي نخلص البطوله خلاص، البطوله خلصت بنستعد اللي بعديها على طول، البطوله جايه مهمه بنخلص دي نخش على دي، خلاص اللي فات خلاص احتفلنا بيه يومين وعدوا، اول ما بنخش التمرين تاني خلاص بنركز في حاجه تانيه، بطوله جديده اسم جديد من يعني، فان شاء الله نركز في التمارين بشكل جديد جدا، طبعا جمهور الاهلي هيوحشني شويه طبعا في البطوله بتاعت امريكا اكيد، بس بيدعموا بكل الامتدادات والله، وان شاء الله البطوله دي يعني نجيبها مصر ان شاء الله، بطوله العالم دي نجيبها لك مصر يا باشا، يعني انت يعني نجم كبير وقامه، بس ان شاء الله توعدنا تكون معانا مصطفى ان شاء الله بطوله العالم، انت عارف وشنا حلو عليك ان شاء الله والله، وبحب اشكر الجهاز الفني طبعا، وبحب اشكر الناس اللي وقفت ورايا في البطوله دي واهلي، وبشكركم كتير جدا، وطبعا يعني كانوا في الجهاز الفني عبد الله الحسين وايمن. مصطفى سامعني يا مصطفى؟ سامع حضرتك كده. طيب مصطفى انا بشكرك شكرا جزيلا، ومستنيينك ان شاء الله عندنا مصطفى، وكل التوفيق ليك يا حبيبي، والف مليون مبروك يا مصطفى. مصطفى عسل نجم النادي الاهلي في السكواش اللي كان معانا واللي حصل على بطوله العظماء الثمانيه، بشكرك شكرا جزيلا.